قال البني آدم بهالأيام ما بيسوى الوتكة. وأنا هيك رأيي، يعني أنت بسوق الغلا ما بتجيب قشرة بصلة، بسوق الغلا بس بشرط تكون صاغ سليم. أما إذا كنت مثل ما قال سعيد صالح كل حاجة سليمة بس لوحديها. الله الله، بتسوى طبشة وزيادة. ناويك لحالة بتسوى هذيك العزمة. عيونها يا عين كبدة وعوك كل خردة فيه إلى سوق وكياه وشرف. مشان هيك ما بدي اياك تزعل بنوب على حالك. جسمك رح يروح لناس مرضاني ومحتاجته كتير. ناس الفريشي ومعها عملي بشر عن جد مو مثلك، دابة على الأرض. إن عايش ولا ميت قللته. وفوق كل هالشي الناس رح تدعي لي وتدعي لك. وهنيا لك يا فاعل الخير. ها إجاك الخير. ما في نكشة. اوكي حالته كويسة؟ منيح بس من يوم ورايح الحسبة تغيرت. حسابه مثل العادة ما تغير شيء. لا 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 حبيبي. في تسعيرة جديدة. شو يعني؟ مليون قبض بقبض والدفع فوري. شو؟ الله وكيلك مكلفني 400,000. ماني مطالعة اجر ديني. طيب ماشي، شو في شغلك انت لبينما اجيب العدة من السيارة؟ هيك انت عيني والغالي بيرخص لك. ما قلت لك انه انت محضر خير؟ انت اول بيعة بمليون. اتفقنا ما بدنا زعل مشان الأجر والثواب. تشاهد